يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما وصلنا تو سويتشز بقى قبل ما ادخل في جزء الترانكينج، انت نفسك اخدت بالك دلوقتي السويتش ده اللي انا كنت شغالين عليه المره اللي فاتت، وكنا خلينا البورت بتاعه كان الباسورد ايه حد كانت الباسورد ايه 1 2 3. احنا عارفينها، كنا شلنا الباسورد. انا فاكر الانيبل والكونسول. طب ودي؟ طب ماشي، نرست بقى كنت عايزه اقرا. ماشي، هضطر اقول ليه. بس عموما ده دلوقتي ايه؟ ليه وصل لهوف دوبلكس؟ السويتش ده اللي احنا بايدينا المره اللي فاتت عملنا له هارد كود انت فول دوبلكس على اف 0 اوفر 1. انا موصله تو سويتش دلوقتي باف 0 اوفر 1. تمام. لو رحت على السويتش الثاني، السويتش التاني على الديفولت، تمام. لو قلت له شو انترفيس ستيتس، قال لي ان هو ايه؟ هاف، بس وصل للاوتو نيجوشيش عن طريق الاوتو نيجوشيش. ليه؟ ما هو اللي قصاده فل. تمام. قصاده فل. طب خلاص، يبقى اخلي ده فل. اخلي ده ايه؟ اخلي ده فل. ماشي، ما ده اللي كنت اقصده. انا كنت عايزاك تشوف حاجه اللي عليه. انا كده كده هضطر ان انا ارسل دلوقتي، انا اوقف وارسل واعمل بس ريكفري. انا مش عارفين ندخل على السويتش. ايوه تمام. بس انا قلت اسجلها لك عشان تبقى شفتها اللي عليك. واحد فول دوبلكس عاملينه بايدينا المره اللي فاتت، اللي قصاده اوتو نيجوشيشن فوصل لهوف، فاتسبب لي في دوبلكس من سويتش. تمام. طبعا قلت لك ان في موديلات من سويتش زي 3560 و3550، لا بيظبطوا نفسهم صح. لو واحد فول دوبلكس واللي قصاده اوتو نيجوشيشن بيوصل هو كمان لفول. تمام. نوقف بقى الاول، نعمل بس ريكفري. البارت اللي بعد كده بيتكلم عن حاجه اسمها ترانكينج. ايه الترانكينج ده؟ ترانكينج، تعالى نشرح كده الاول سيناريو ونشوف هنحله ازاي. لو انا عندي هنا تو سويتشز متوصلين ببعض، ده سويتش 1 وده سويتش 2. سويتش 1 كان عليه مجموعه من الفيلانات، زي مثلا فيلان 1، فيلان 10، فيلان 20، فيلان 30. ونفس الكلام بالظبط عند سويتش 2 عليه مجموعه من الفيلانات. تمام. انا عايز الفيلانات بقى اللي هنا تقدر توصل للفيلانات اللي هنا، بمعنى عايزه الاجهزه اللي تبع فيلان 10 تقدر توصل للاجهزه اللي تبع فيلان 10، 20 توصل ل 20، 30 توصل ل 30. اخلي السلكه اللي في النص دي ايه؟ اللي انا اتعلمته دلوقتي، اني بنزل تحت البورت واقول له سويتش بورت اكسس فيلان 9، صح؟ يبقى معنى كده ان البورت بيبقى تبع فيلان واحده بس. اخلي السلكه اللي ما بينهم تبع انهي فيلان؟ ما انا لو خليتها تبع فيلان 10، فيلان 10 بس هي اللي هتقدر تكلم فيلان 10. 20 و30 مش هيقدروا يكلموا النبي 20 و30 ولا واحد. واضحه المشكله؟ احلها ازاي؟ قال لي في عندي بقى سيناريو غبي شويه، ان انا في الحاله دي اوصل التو سويتشز باربع اسلاك. اوصل التو سويتشز بايه؟ باربع اسلاك، وكل سلكه من دول اخليها تبع فيلان، يعني ده تبع فيلان 1، 10، 20، 30. يبقى كل سلكه هتشيل الداتا اللي ريليتد بالفيلان بتاعتها. ده منطقي؟ لا. يعني انا دلوقتي عندي 100 فيلان على السويتش بتاعي، اوصل التو سويتشز ب 100 فيلان؟ لا. فكده عشان كده اخترعوا مفهوم حاجه اسمها ترانكينج. اخترعوا مفهوم حاجه اسمها ايه؟ ترانكينج. ايه الترانكينج ده بقى؟ قال لك ان انا هوصل التو سويتشز بسلكه واحده بس، هوصل التو سويتشز بسلكه واحده بس، والسلكه دي هيبقى عندها القدره ان هي تشيل الداتا بتاعت كل الفيلانز. هيبقى عندها القدره ان هي ايه؟ تشيل الداتا بتاعت كل الفيلانز. ازاي؟ عن طريق بروتوكول كالعاده. بروتوكول اسمه ترانكينج بروتوكول. كلمه ترانكينج جاي من ترانك اللي هي الشاحنه اللي بتشيل جواها كل حاجه. تمام. اعمل الكلام ده ازاي؟ البروتوكول ده فكره طريقه تفكيره هيبقى ايه؟ ان الداتا لو جات لي من فيلان 10 مثلا، يقوم البروتوكول لازق او السويتش يروح لازق كده على الداتا اللي جايه له من فيلان 10 ستيكر. انا تخيلها كده ان هي ستيكر، الستيكر ده عليه رقم الفيلان. هتمشي في السلكه بتاعتي عارفه كويس قوي هي تبع انهي فيلان، توصل للسويتش ده. السويتش ده هيبص كده على الستيكر، انت رايحه لمين؟ فيلان 10. حاضر، هبعتك لفيلان 10. تمام. وضحت كده؟ تمام.
اوكي ده مفهوم. برضه السي كده بيتوصل في انهي بورت بالظبط على الانسبريشن؟ اي تو بورتس، عشان انا موصله تو سويتشز دلوقتي فاست 0 على 1 تمام. طبعا ريكومند لو هنتكلم كديزاين يبقى انترفيس جيج مش فاست اثرنت عشان يقدر يشيل الداتا بتاعت اجهزه كتير. انما اي بورت مش فارق معايا، اللي انا عاملاه دلوقتي في السويتشز اللي قدامك دول موصله ده اف 0 اوفر 1 وموصله ده اف 0 اوفر 1. واضحه؟ مين هو بقى الترانكينج بروتوكول ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هيحط لي ستيكر كده على الداتا؟ قال لك في عندي اتنين بروتوكول مشهورين جدا، هو للدقه فيه اكتر بس اللي سيسكو بتعمل هم اربعه للدقه، اللي سيسكو بتعمل له سبورت هم اتنين بس. الاولاني اي اس ال انتر سويتش لاير، والتاني 802.1 كيو او سيمبلي ساعات بنسميه سيمبلي دوت 1 كيو. ابتداء من هنا دوت 1 كيو تمام. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قال لك الاي اس ال ده بيعمل انكابسوليشن كامل للفريم تمام. قبل ما اقول انكابسوليشن معلش، البروتوكول ده سيسكو بروبرتاري، سيسكو بروبرتاري تمام. تاني حاجة بيعمل لي انكابسوليشن كامل للفريم. تالت حاجة doesn't support native VLAN تمام. انما الدوت 1 كيو، قال لك الدوت 1 كيو بقى اول فيتشر فيه ان هو اي تريبل اي ستاندرد، ده ستاندرد مش بتاع حد تمام. تاني حاجة فيه انه بيعمل تاجنج للفريم مش انكابسوليشن كامل. ثالث حاجه فيه انه بيسبورت النيتف فيلين، النيتف فيلين. نمسك واحده واحده. اول حاجه سيسكو على فكره هي اللي اخترعت مفهوم الترانكينج، هي اللي بدعته، هي اللي اخترعته. بقيه الشركات بعديها فتره طويله اخذت المفهوم ده، وهتلاقيه على فكره بقيه الشركات اسمه تاجنج، انما في سيسكو اسمه ترانكينج. سيسكو هي الوحيده اللي مسميه ترانكينج، بقيتهم مسمينه تاجنج تمام. سيسكو هي اللي عملته، وهي اللي عملت بروتوكول اسمه اي اس ال. ورغم ان سيسكو هي اللي عملت مفهوم الترانكينج وبدات ببروتوكول الاي اس ال، الا ان في سويتشز دلوقتي كتير الاكسس سويتشز اللي قدامي ده مش بيسبورت اساسا اي اس ال. الكل دلوقتي بيسبورت مين؟ الدوت 1 كيو. ليه؟ من كتر المميزات الرائعه اللي هنتكلم عنها دلوقتي في بروتوكول الدوت 1 كيو تمام. تاني حاجة أول مشكلة في الاي اس ال ايه بقى؟ قالك الاي اس ال مشكلته الرئيسية انه كان بيعمل انكابسوليشن كامل للفريم. يعني ايه انكابسوليشن؟ بص على السلايد كده احنا. ده بروتوكول الاي اس ال تمام؟ الاي اس ال بيروح ماسك كل فريم، دي الفريم بتاعتي اهو انكابسوليتد ايثرنت فريم، يروح حاطط لها راس وديل، هيدر وتريلر، مش ده مفهوم الانكابسوليشن؟ الهيدر ده جواه ايه؟ جواه الاي اس ال هيدر 26 بايت، يعني معنى كده ان كل فريم هيروح مزود عليها قد ايه؟ 26 بايت هيدر، جواهم كميه معلومات ما تهمنيش في اي حاجه، اللي يهمني فيهم رقم الفيلان وحاجه اسمها بي بي تي يو لسه معرفش ايه هي. تبع الاس تي كي تمام؟ هو ده الاستيكر اللي بقول لك عليه. الباقي ده هي كانت سيسكو عايزه تعمل بروتوكول متكامل بيسبورت اي بروتوكول، بيسبورت حاجات كتير، بيسبورت التوكن ريج، بيسبورت كل حاجه. بس خلاص الحاجات دي انقرضت، وفي نفس الوقت انت كده بتزودت حجم الفريم قوي. ده 26 بايت هيدر، لسه كمان 4 بايت تريلر ديل، جواهم قيمه اسمها سي ار سي. سي ار سي اختصار سايكلينج ريدندنت تشيك، سايكلينج ريدندنت. 30 بايت دول فوق اللي هو 1518 بالظبط. احنا فعلا كنت لسه جايلك في الكلام اهو، احنا عارفين ان الداتا بتطلع من الابلكيشن لاير بتاع جهاز الكمبيوتر حجمها 1518 لا انا اقصد من الابلكيشن 1460 بايت اللي احنا كنا سميناها ام اس اس ماكسيموم سيجمنت سايز. بعد كده تنزل على التي سي بي هيدر، في حاله اذا انا كنت شغاله تي سي بي يزود 20، يبقى بنتكلم في 1480 اي بي. ام تي يو بقى اللي هي 1500، تنزل بعد كده على لاير 2 يزود 1518 بايت تمام.
انا دلوقتي الداتا جايه للسويتش بتاعي حجمها 1518، يقوم السويتش مزود عليها كام؟ 30. الباكت عندي او الايثرنت، تكنولوجي الايثرنت، المفروض ان حجم الفريم بتاعي ما يزيدش عن 1513. كل ما الحجم بيزيد البرفورمانس بتاع الشبكه بيبدا يقل، البرفورمانس بتاع الشبكه بيبدا يقل لغايه ما يجي له وقت معين، لا كده في دروب بقى. تمام، حجم الفريم بتاعتي لو زاد عن 1518 بنسميه جاينت. بنسميه ايه؟ جاينت. جاينت يعني عملاق. تمام، زي ما قلت لك بيفضل البرفورمانس يقل لغايه وضع معين، لا الباكت كده بتوع او الفريم بتاعتي بتوع. والمفروض بالمناسبه حجم الفريم بتاعي ما يقلش عن 64 بايت. لو قل عن 64 بايت الفريم بنسميها رانت، رانت اللي هو قزم. تمام، وساعتها السويتش بيعمل لها دروب، السويتش بيعمل لها دروب لو حجم الفريم بتاعتي اقل من 1464 بايت. واضحه؟ يبقى تاني مشكله دلوقتي الاي اس ال انه بيعمل ايه؟ انكابسوليشن كامل للفريم، تغليف كامل للفريم. انما بص كده الدوت 1 كيو بيعمل ايه؟ تاجنج. تاجنج يعني ايه؟ يروح جاي كده هنا في النص، ادي سورس ديستنيشن نيك، سورس نيك، حجم الداتا، الداتا نفسها، الاف سي اس اللي كانت بتعمل ديتكت للايرور، السي ار سي انا قلت لك هي بتعمل ديتكت للايرور، هو الجوريزم بس تاني، مش حكايه يعني، ده الجوريزم وده الجوريزم، الاثنين وظيفتهم بيعملوا لي هاشنج عشان يعملوا ديتكت للايرور. تمام، هيروح جاي في النص كده ويروح راشق تاج، التاج ده حجمه قد ايه؟ 4 بايت الحكايه كلها. التاج ده حجمه قد ايه؟ 4 بايت الحكايه كلها. يبقى وفر جامد جدا ولا لا؟ وفر 26 بايت بالظبط. عشان كده بنقول على الدوت 1 كيو ان هو اخف بكتير من الاي اس ال. عشان كده زي ما بقول لك اغلب سويتش السيسكو دلوقتي بتعمل سبورت لمين؟ للدوت 1 كيو مش للاي اس ال. واضحه؟ يعني يبقى نيتف. حاضر، لغايه دلوقتي الجزء ده فيه مشكله؟ تمام. ايه بقى حوار النيتف فيلان؟ تعالى اشرح هنا. ايه حوار النيتف فيلان؟ قال لك النيتف فيلان دي باي ديفولت هي فيلان واحد. باي ديفولت هي مين؟ فيلان واحد. ايه ده؟ تعال الاول نشوف فيلان 10 دي ايه اللي بيحصل فيها. الداتا لو طلعت من جهاز فيلان 10 السويتش بيروح حاطط عليها تاج. انا بتكلم دلوقتي على الدوت 1 كيو، السويتش بيروح حاطط عليها ايه؟ تاج. تمشي في السلكه بتاعتي تاجد، تمشي في السلكه بتاعتي تاجد، عليها تاج. اول ما توصل لسويتش 2، سويتش 2 هيبص على التاج كده، انت عايزه مين؟ فيلان 10. حاضر، يروح شايل التاج ويبعتها لفيلان 10. عمره ما هيبعتها للجهاز الكمبيوتر وهي عليها التاج. ليه؟ احنا لسه قايلين في اول اليوم ان عمليه الفيلانات دي ترانسبيرنت بالنسبه لجهاز الكمبيوتر. لو انت بعت له داتا عليها قيمه فيلان، ايه الفيلان دي؟ ما اعرفهاش، دروب. فلازم الداتا قبل ما توصل للديستنيشن لجهاز الكمبيوتر يكون السويتش اللي قبليه شال التاج. تمام؟ ده بالنسبه للفيلانات العاديه. الا النيتف فيلان. الا مين؟ النيتف فيلان. الداتا هتيجي من النيتف فيلان، اذا انت نيتف مش هحط التاج. حتى ال 4 بايت مش هحطهم. كمان من التوفيق. تمام؟ تمشي الداتا في السلكه بتاعتي ان تاجد. تمشي ايه؟ توصل هنا. سويتش 2 يبعتها لمين؟ سويتش 2 يبعتها لمين؟ للنيتف اللي عنده هي كمان. ما هي جايه له من غير تاج. يبعتها لمين؟ للنيتف اللي عنده. افرض انا عايز ابعت من فيلان واحد حاجه يونيكاست اكلمها يونيكاست. لا ده راوتنج بقى، محتاجه ساعتها لير 3 ديفايس. انا هنا دول تو سويتشز عاديين، ده حدوته ثانيه. طب بلاش، عايز اكلم فيلان واحد لفيلان 20 مثلا في السيناريو ده. اه هو ينفع، بس دي ليها ممكن ابقى اديها لك تتركيه، ممكن اديها لك تتركيه. لان ساعتها مش هينفع بقى، بس هنا لا مش بالطريقه دي خالص. تمام، هو ينفع بس مش بالطريقه دي خالص. تمام، وده حتى بيبقى سيناريو غير متوقع، لان ده المفروض ان الانترفيس اللي ما بين السويتشز بيبقى ترانكينج عشان ينقل كل الداتا بتاعت الفيلانات. هو المفروض ترانكينج ان انا لازم فيلان واحد يروح لفيلان واحد وفيلان 20 وفيلان 20. ده انا عملت ترانكينج عشان كده، عشان يشيل كل الفيلانات يوصلها لكل الفيلانات. بمعنى اللي زيها بالظبط ولا اللي زيها؟ لا طبعا المختلفة دي انا محتاجة راوتنج. تمام، واضحة كده؟ يبقى تاني الهدف ان انا عايز اعمل ايه؟ اخلي او سوري النيتف فيلان بتعمل ايه؟ بيحط عليها تاج؟ لا، تمشي في السلكة بتاعتي ان تاج، توصل للطرف التاني تكلم مين؟ النيتف اللي زيها.
عشان كده اوعى تخلي لي هنا النيتف فيلان واحد وتيجي هنا تخلي لي النيتف فيلان 20. يبقى معنى كده 21 هيكلموا بعض. النيتف دي انا اللي بحددها بايدي. هي باي ديفولت واحد انما كونفيجربل. تمام. وطبعا لو انت خليت هنا النيتف فيلان واحد وهنا النيتف فيلان 20 دي مشكله كبيره ولا لا؟ صح. وكل شويه هيطلع لك سيس لوك على الشاشه يقول لك دوبلكس ميس ماتش سوري نيتف فيلان ميس ماتش نيتف فيلان ميس ماتش. وباي ديفولت بقى السويتش هيمنعك انك تعمل حاجه زي دي. بمعنى لو عملت سيناريو زي ده فيلان واحد مش هتوصل لفيلان 20 النيتف مش هتوصل للنيتف طالما مش نفس الفيلان الا اذا عملت ديسيبل لبروتوكول اسمه اس تي بي لان هنتكلم عنه قدام باذن الله ده حتى كده عاليه شويه. لو عملت ديسيبل لبروتوكول الاس تي بي ساعتها النيتف تقدر توصل للنيتف حتى لو مش نفس القيم انما على الديفولت لا لازم يكونوا نفس النيتف عشان يقدروا يوصلوا لبعض. يا اما كل شويه زي ما بقول لك هيطلع لك سيس لوج يقول لك نيتف فيلان ميس ماتش نيتف فيلان ميس ماتش مش هيظبط. واضحه كده؟ تمام. ده الفرق ما بين ايه؟ بروتوكولات الاي اس ال والدوت 1 كيو. انت اشتغل مين؟ دوت 1 كيو. تمام؟ في حاجه عايزه اقولها. ايه رايك في النيتف فيلان؟ كويسه ولا لا؟ حتى الاربع بايت بوفر. طبعا صح. دو نوت يوز نيتف فيلان. اوعى تستخدم النيتف فيلان. في اخر الشابتر ده بعد ما نخلصه باذن الله هكلمك على حته سكيورتي كده وهكلمك على نوع من انواع الاتاك اللي بيترن فوق النيتف فيلان. اللي بيترن فوق ايه؟ النيتف فيلان. فاوعى تستخدمه في البرودكشن يعني اوعى تستخدم النيتف فيلان. واضحه؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي شفناه بقى لغايه دلوقتي ان الانترفيس فيه منه اتنين مود. لو هتكلم كده على الانترفيس مود في نوعين. هو للدقه لسه فيه بس دول اللي احنا اخدناهم. ممكن يكون الانترفيس ده نوعه اكسس وممكن الانترفيس ده يكون نوعه ترانك. صح. اكسس يعني ايه؟ قال لك اكسس ده معناه ان الانترفيس ده بيلونجز to only one VLAN. لكن الترانك معناه ان الانترفيس ده belongs to all VLANs. عشان كده اي انترفيس انت ربطه بجهاز كمبيوتر المفروض يكون نوع ايه؟ اكسس. عشان كده كنت بنزل تحت الانترفيس واقول له switch port mode access. لكن اي انترفيس ربطك بسويتش تاني المفروض انه يكون نوعه ترانك. المفروض يكون نوع ايه؟ ترانك. في اي مشاكل في الجزء ده؟ ده المفهوم بتاع الترانك. اوكي؟ هوقف بقى الفيديو هنا وهشرح لك الدي تي بي البارت ده في فيديو مستقل عشان ده ما يكبرش والعملي بتاع الاثنين مع بعض. تمام؟